وجينا للمطبخ وبنسوي وصفة سندوتشات سريعة ولذيذة تنفع عشاء وممكن غداء سريع كذا وخفيف. عندي صدور دجاج مقطعة صغار، بحمسها لين يتغير لونها، بعدين أضيف لها البصل والفلفل الملون، وبعد ما يذبل البصل نضيف الثوم. بعد ما تغير لون الدجاج أضيف البصل، أضيف الفلفل الملون، أو إذا حبيتوا بس فلفل أخضر براحتكم. طبعا الفلفل البارد يعطي نكهة لذيذة لأي طبخة تطبخونها. بعد ما ذبل البصل راح أضيف فصين ثوم مهروس ونضيف البهارات. بقول لكم الشيء الحين، راح أضيف بديل الماج التركي اللي أخذته من متجر فستقة، وكمان بهارات مشكلة برضو من متجر فستقة، ريحتها مرة جنن جنن، وشوي من الزعتر البري، وإذا حبيتوا شوي بهارات إيطالية معها، بس أنا راح أكتفي بالزعتر البري مع البهارات لأن البهارات ريحتها مرة قوية. وراح أضيف للدجاج صويا صوص شوي تعطيها شوي ملوحة وطعم برضو. خلاص كذا كفاية، وشوي من الصويا المعتدلة، بس كذا كفاية. خلاص يا سلام على الريحة، يا سلام. ولما يقرب الدجاج خلاص انه يستوي، راح اضيف مكعبات بطاطس شويتها بالقلاية الهوائية وحمسة على السريع، وراح اضيف ملعقة جبنة سايلة لزوم الاجرام. تقدرون تسوون سكيب هالمرحلة، بس يعني حلوة يعني تعطيها طعم برضو كمان. خلاص كذا الدجاج جهز معانا، ونذوق الدجاج لاني عجزت اقاوم الريحة. جنن. ونجيب خبز الهوت دوغ اللي كذا ونفرغه على شكل قوارب، بوريكم الحين شلون. شوفوا شلون قطعتها كذا، بعدين عادي تفرغونه. خلاص الزايد ممكن ينشال، ممكن تشيلونه بسكينة عادي، عشان نبدأ نحشيها بالدجاج. بس شوفوا شكلها بعد ما فرغتها. طبعا الخبز اللي طلع منها هذا ما راح نرميه، راح اسوي منه بقسماط انشفه بالفرن وبعدين اطحنه. ابدا احشي الخبز الدجاج اللي سويته، بعدين احط عليه جبنه موزاريلا. تحسبوني اكتفيت بالجبنه السايله؟ الاجرام يظل اجرام، وكتري يا حبيبتي كتري. ونبدا عاد شغل الاجرام، نحط الجبنه الموتزاريلا وما تبخليش يا حبيبتي كتري كتري. بعد ما حطيت الجبنه الموتزاريلا هنا حطيت زبده مذوبه، حطيت عليها فص ثوم مهروس، جبنه بارميزان، وبهارات ايطاليه، وندهن فيها وجه القوارب كذا تعطيها نكهه حلوه. وانا لازم اركز عشان لا اجيب العيد يا جماعه. ريتكم تشمون الريحة اللي أنا قاعدة أشمها، ريحة البهارات الإيطالية مع الثوم والزبدة والبرميزان عجيبة. الحين بدخلها الفرن بس تسخن وذوب الجبنة. وخلصت القوارب، سهلة ولذيذة، لذيذة وريحتها صعبة أوصفها. وبالعافية.